بالنسبة لأخبار المحافظات، في المنوفية بيتم رصف محور مليج الجديد باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه. أما في المنيا فتم الإعلان عن انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل واللي هتخدم أكثر من 6 ملايين مواطن في محافظة المنيا. أما في سوهاج فتم زراعة أشجار بطول الكورنيش الشرقي ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وفي الدقهرية تم الإعلان عن ارتفاع إجمالي حصيلة توريد القمح ل 174 ألف طن. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية بيتم تنفيذ أعمال رصف المحور المرور الجديد بطريق مليج جنزور بجملة استثمارات بلغت 50 مليون جنيه، وتم الانتهاء من فرد طبقة السن وجاري استكمال وضع الطبقة السطحية مع مراعاة رفع كفاءة مستوى الإنارة بطول الطريق لتحسين مستوى الرؤية البصرية والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة. في المنيا أعلنت المحافظة انضمام عروس الصعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية بهدف توفير رعاية طبية متكاملة ومميزة لأكثر من 6 مليون مواطن من أبناء المنيا، مع تقديم الخدمات الصحية في أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 24 رحلة طيران دولية بتقل على متنها 11 ألف سائح من بين 144 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل، وبتقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية. في أسيوط تم افتتاح وحدتين بالمستشفيات الجامعية تشمل غرفة سحب عينات بذل النخاع العظمي والوحدة العلاجية لبنك الدم لمواكبة أعلى مستويات المهارة والكفاءة، بما يصب في النهاية لمصلحة المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم. في سوهاج أعلنت المحافظة تنفيذ أعمال زراعة الأشجار بطول الكورنيش الشرقي تنفيذاً للتوجيهات بشأن التوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لتوفير الظل لمرتادي الكورنيش الشرقي، وسط متابعة مستمرة للانتهاء من تشجير الكورنيش بنهاية الأسبوع الجاري. في الوادي الجديد قام متطوعو حياة كريمة بتوزيع مياه مثلجة على طلاب الثانوية العامة خلال دخولهم وخروجهم من اللجان بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اللي تخطت 45 درجة مئوية، وشهدت محافظة الوادي الجديد انتظام 1825 طالب وطالبة في 11 لجنة امتحانات في الثانوية العامة. في الدقهلية أعلنت مديرية التموين ارتفاع إجمالي حصيلة توريد القمح ل 174 طن، وتم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة.